مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. النهار ان شاء الله غنقدموا واحد الموضوع ديال حقيقة تجويع الأرانب بالنسبة للمربين ديال الأرانب. يعني شحال من واحد كيصحاب بلي تجويع الأرانب وهي يعني كيسمعها في المعلومات، كاينين بزاف يعني في اليوتيوب في الانترنت كيسمع تجويع الأرانب، كيصحاب بلي تجويع الأرانب وهو أنكم غادي تنقصوا عليهم كمية ديال الأكل. كما كتعرفوا الارانب يعني الصغار ما خصناش نعطيهم بزاف ديال الماكله باش ما كيتصابوناش بالتخمه، ممكن انهم لا قدر الله يتصابوا حتى بالانتفاخ، والانتفاخ يعني صعيب بالنسبه للارانب. لكن الموضوع ديالنا ديال هذا النهار ماشي هو اننا نجوعوا الارانب، يعني شحال من واحد كياخذها يعني بهذه الكلمه بهذه الحروف، يعني اننا غادي نجوع الارانب باش غادي يكبروا غادي يسمنوا. لا، تجويع الأرانب وهو تعويد، هي قضية ديال تعويد. الأرانب إلا مشينا حتى خلينا لهم الماكلة ديما قدامهم، شنو كيوقع؟ يعني ماشي قسمنا لهم يعني العلف ديالهم، ماشي قسمناه على وجبات، يعني شدينا أن غادي نخلي لهم ديما العلفة، حيت أن كاين اللي كيديرها في قضية ديال الدجاج. يعني هذه المعلومة خديتها من عند واحد السيد الله يذكره بخير، هو اللي فادني بهذه المعلومه، ان هو اللي باع لي هذا السمان. يعني كنوجه له تحيه طيبه، سيد معقول وكيتعامل معايا مزيان، كنشكره بزاف. المعلومه وهي كالتالي، قال لي ان السمان او الدجاج خاصك تخلي له يعني العلف ديما. علاش؟ لان الا مشيت حتى يعني بقيت كتعطيه غير بكميات بحالو بحال الارانب، سمو كيوقع انه كيولي متشوق للماكله، كيولي كيقول بلي ان الماكله يعني العلف، ان هذا السيد اللي كيعطيني العلف راه ما غاديش يعطيني مره اخرى، كيولي كيجري. يعني هذا هو التقسيم ديال الوجبات، كيولي كيجري وكيتهافت على 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 الاكل، في حين ان هو الاكل ماشي كياكلو وكي كي كي يعني كيبلعو مباشره كيدوز له المصارن. لا، الناس اللي كيربيو الدجاج او السمان او يعني الدواجن او الدجاج البلدي كيلاحظوا ان الدجاجه كتخلي في يعني في العنق ديالها في القرجومه ديالها كتخلي واحد النسبه ديال الاكل كتمشي، واخا تحط لها شحال ما حطيتي لها ديال الاكل هي كتشدو كتخزنو عندها، ملي كتنعس كتبقى كدوزو للمعده ديالها. يعني سبحان الله عندهم هذا الميكانيزم بهذه الطريقه هذه. اما الارانب في الحقيقه هو عكس ديال يعني الدجاج او الدواجن. علاش؟ لان يعني الا مشينا حتى بقينا كنعطيهم ماشي يعني حطينا لهم الاكل ديما، كونوا متاكدين انهم ما غاديش يكبروا بواحد الطريقه طبيعيه، لان كيولي الاكل هو مصاب بالتخمه، يعني كياكل وديما عنده الماء الاكل حداه، ديما عنده العلف حداه، في حين ان التربيه ديال الارانب كتختلف تماما عن التربيه ديال الدجاج والدواجن والسمان. علاش؟ لان الارنب ضروري انك غادي دير له واحد النظام غذائي، يعني الكميه ديال الاكل اللي غادي تعطيها للصغير، الا عطيتو الاكل ديما غادي يتصاب بالتخمه، غادي يولي يا اما غادي يجيه الانتفاخ، لان غادي يبقى يوسخ فوق الاكل ديالو، خصوصا الارانب الصغيره. الأرانب الصغيرة يعني بعد الفطام إلا مشات حتى وسخت فوق الأكل وكلات هذاك الأكل، أولا كيولي عندها اضطرابات في الجهاز الهضمي، ثانيا كتصاب بانتفاخات. والناس اللي راهم عارفين، الناس اللي كنهضروا على الانتفاخات، أشنو هي الانتفاخات بالنسبة للأرانب؟ يعني إلا مشيتو ما درتو لهمش بيكربونات الصوديوم وتعاملتو معاهم بواحد الطريقة، كونوا متأكدين أنهم كيموتوا. يعني كيبقى هكاك الارنب منفوخ، ما قادرش ياكل، ما قادرش كيولي هزيل، واخا هو منفوخ كيبان لك ولكن راه ما كياكلش، يعني ما كاينش ديك العناصر اللي غادي يستافد منها، ما كايناش. اذا الله يخليكم فهموا هذه العلاقه اللي هضرت لكم عليها، ان كاين فرق ما بين الدواجن وفرق ما بين تربيه الارانب. تربيه الارانب خصو هي ماشي تجويع، لأن يعني الحلقة ديالنا هذه تجويع، ولكن هي ماشي تجويع وإنما ترتيب. يعني ضروري أن الأرانب تعطيهم في واحد الوقت معين،
يعني بالنسبه للصغير تعطيه واحد النسبه قليله ديال الاكل، ماشي غتقول لا راه غادي يولي الا زدتو الكميه ديال الاكل راه غادي يكبر دغيا، لا عنده واحد لاج ديالو ملي كيوصل للتسمين، ديك الساعه كتبقى تعطيه بواحد النسب قداش ما كبر شويه لاج ديالو قداش ما انت كتزيدو في النسبه. والوجبات خصكم ديروا له وجبات، ثلاثه ديال الوجبات بالنسبه للارنب البالغ خصو ديروا له 100 غرام في الوجبه بالنسبه هادشي الوقت البارد. اما بالنسبه للوقت الحار راه كديروا له كتبقى تنقصوا له، كديروا له جوج وجبات يعني 100 غرام كتولي 200 غرام، يعني كتولي الحراره في الاوج ديالها يعني في شهر الصيف، يعني حنا كنهضروا على شهر 7 ولا شهر 8 كتولي النسبه ديال الاكل ديال العلف كتقل. علاش؟ لان كيتصاب بالاحتباس الحراري، كيولي الارنب الا مشى تاكله كيموت، يعني بالعكس، يعني هادشي بالنسبه للارانب البالغه والارانب الصغار، كيولي خصك توفر له غير الماء والنسبه ديال الاكل وجبه واحده. اذا الناس اللي كيسولوا على شحال من واحد جات في لي كومونتير كيقولوا لي بعدا على حساب القضيه ديال الاكل شنو هي 100 غرام، حنا ما عندناش الميزان. الاكل ممكن انكم تستعنوا يعني بدون ذكر اسماء ديال الشركات، يعني طاس ديال الياغورت، طاس ديال الياغورت وهو 100 غرام، يعني راني وازنه 100 غرام يعني ممتلئ. هذاك الطاس ممكن انكم تبقوا تعبروا به تعطيهم بالنسبه عفوا الارنب البالغ ممكن انكم تعطيوه ثلاثه الوجبات 100 غرام، يعني غتولي 300 غرام للفأر، عفوا مع سمالي مع الفأر عذرا، الارنب عفوا الارنب البالغ. الارنب البالغ يعني بحال هذا الشكل هذا هو بابيون تبارك الله، راه عنده دابا واحد سنه وشي شهور بضع شهور راه كياكل 100 غرام في الوجبه، 100 غرام في الوجبه ماشي غادي نخلي له يعني العلف ديما، لا حتى هو كيفو كيف هاد الصغار هادو، خاصكم تبقى تعطيهم بوجبات، يعني تنوضو في الصباح بكري تعطيهم الوجبه الاولى، وقت الظهيره تعطيه الوجبه الثانيه، طاس ديال ياغورت ممتلئ مثلا بالخبز، هو خبز جاف هو كنعطيه له. بالنسبه للذكور راكم عارفين ماشي مشكل انكم ما تعطيوش السيكالين، ممكن انه غير يعيش لانه هو الدور ديالو غير كيلقح. وبالنسبه يعني الاناث حاولوا انكم تعطيوهم السيكالين. و كان نعتذر لكم على هذا الصوت، هذا راه عندي شي دجاج كيرتقي. المهم الحلقه ديالنا راه سالات، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم ما تنساوناش بزر جيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.